ثقافة دكتور نيفين إكلاني، عرض فيلم السرب اللي تم طرحه امبارح أول مايو في السينمات، وده بالتزامن مع الاحتفال ال 42 بعيد تحرير سيناء في 15 دار عرض، دول تابعين للوزارة في 14 محافظة، في منهم هيحصل 6 حفلات يومية هتبدأ من الساعة 10 صباحا، وقيمة موحدة بقى للتذكرة وهي 40 جنيه، وده طول أيام الأسبوع، يعني طول أيام الأسبوع تقدروا تروحوا. الحفلات بتبتدي من 10 صباحا، سعر التذكرة 40 جنيه. معانا بقى على التليفون الأستاذ عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير يا فندم. وعلى مصر كلها بخير دايما يا رب، ودايما ايامنا بخير وبسعاده ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. عايز اعرف من حضرتك الاقبال الجماهيري بقى على سينما الشعب التابع لوزاره الثقافه. طبعا احنا عندنا سينما الشعب، عندنا مشروع من اهم مشروعات وزاره الثقافه هو موضوع مشروع سينما الشعب. طبعا وزاره الثقافه زي احنا مهتمين بالمسرح ومهتمين بالفنون وكل انواع الفنون، فالسينما احدى انواع الفنون اللي بتتعطش لها محافظات مصر. احنا عندنا الهيئه العامه لقصور الثقافه طبعا بتوجيهات الدكتور نيفين إكلاني عندنا سينمات كتير موجوده في، مش سينمات، مسارح كتيره موجوده في جمهوريه مصر العربيه في اصول الثقافه تم تجهيزها واعدادها لان هي تعد كسينما وتصرح كسينما، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلان. احنا عندنا المشروع، احنا بنعرض أحدث وأهم الأفلام، يعني احنا كان عندنا في العيد اللي فات الحمد لله كنا رافعين كامل العدد في كل يعني حضرتك مصر. يعني أنتوا مش بس بتعرضوا الأفلام الخاصة مثلا بالدولة أو الأفلام اللي بتتكلم عن بطولات الجيش المصري أو أفلام معينة، لا أنتوا بتعرضوا أي أفلام ممكن تكون موجودة في الأسواق. لا، سينما الشعب سينما شغالة على طول طول الأسبوع، إلا لو في عندنا حفلات. يعني الأفلام يا دكتور أستاذ عمرو، الأفلام اللي موجودة في السينمات العادية اللي أسعار التذاكر فيها طبعا بقت بأرقام يعني مش عارفين نقول إيه عليها، ولكن هي بتبقى موجودة في سينما الشعب ب 40 جنيه. موجودة في سينما الشعب عندنا وموجودة في المناطق المحرومة سينمائيا، يعني احنا عندنا المحافظات، يعني انت معروف طبعا السينما موجودة في القاهرة واسكندرية، انما المحافظات بقيت محافظات مصر متعطشة للسينما، ما عندهاش سينما، يعني الناس ما عندهاش عندها سينما، زي الاقبال كان في العيد كان اقبال كبير جدا جدا جدا. مظبوط. فطبعا كان من اهم حضرتك يا استاذ عمرو على يعني احنا دايما، لان خلينا يعني نتكلم برضو بصراحة ان حالة السينمات اللي تابعة للدولة او حالة المسارح اللي بتبقى تابعة للدولة، الناس كلها بقت واخدة عنها فكرة ان هي يعني بقت متهالكة، محتاجة ترميم، محتاجة اصلاح. انا برضو يهمني اوصل للناس رسالة ان السينمات دي تم تطويرها، لان انا عارفة ان فعلا تم تطويرها والعمل عليها في الفترات اللي فاتت علشان يعني تبقى مواكبة والناس تقدر تدخلها بشكل مريح. طبعا هو بص يا فندم، احنا الهيئة العامة لقصور الثقافة بتمتلك عدد كتير من المسارح ومن المسارح على مستوى الجمهورية. طبعا معالي وزير او وزير الثقافة احنا وجهنا ما فيش، ما بنعملش سينما او ما بنفتحش سينما الا في المواقع الجديدة بعد ما استفتحها معالي الوزيرة، واذا بعد ما بنجهزها التجهيز الامثل تبقى سينما، مش معقول هنعمل سينما واحد يدخل من الجمهور هيدخله مش هيشوف الصوت هيبقى وحش هيقعد ويمشي. هي الفكره تاني. كلها بتبقى يعني فكره التقنيه بقى اللي هي الصوت والصوره والمكان كمان. احنا عندنا الاماكن الحمد لله، الاماكن اللي فيها سينمات من اهم الاماكن اللي عندنا في المحافظات، والاهم الاماكن اللي هي معمول لها صيانه وافتتاح، يعني احنا مش في الاماكن اللي هي لا تصلح، لا احنا عندنا يعني الاماكن الصوت والصوره يا استاذ عمرو بتقنيه عاليه عايز تقول؟ طبعا يا فندم السينمات دلوقتي اولا لازم هروح هتفرج وهجرب هقطع تيكت ب 40 جنيه وهتفرج. تحت امرك. مفيش عندنا سينمات دلوقتي مش زي زمان السينما الكبيره المكنه ال 60 او ال 35 او لا، دلوقتي السينمات كلها بتبقى حصل تطوير فيها. DCP او دي سي اي. يعني احنا دلوقتي شغالين مع احنا جايبين مكن الحديث، الافلام ما بتعرضش الا على مكن حديث. مكن حديث وتقنيه الصوت وتقنيه البتاع زيه زي اي سينما، وبذلك عليها اقبال. الناس لو ما فيهاش التقنيات. الناس امبارح كان اخبارها ايه في اول يوم لعرض فيلم السرب عند حضرتك؟ الحمد لله كان في ناس، بس هي الاقبال موجود، بس ان شاء الله باذن الله النهارده بقى تعت لنا الاقبال عشان الاجازه، بس النهارده اللي كان برضه كان في امبارح النهارده هتبدا تزيد بقى خميس جمعه سبت حد اثنين الاجازه الاجازه هتلاقي اجازه، فان شاء الله باذن الله عندنا الاقبال بالطبيعي كويس، بس ان شاء الله هنزيد. طيب بتعملوا بقى يعني دعايه للمشروع ده بشكل عام ولا وقت عرض الافلام بس؟ وقت عرض الافلام، لا وقت عرض الافلام في المحافظات، بس الموضوع ده معروض، احنا بنعرض على صفحاتنا طبعا، واللي معانا الاعلام بيساعدنا في كده، والكلام ده في الجرايد وفي المواقع السوشيال ميديا، لا شغالين بنعرض، وعرض عندنا الاداره الاعلام شغاله في الموضوع ده، والحمد لله الاقبال عندنا كويس جدا جدا جدا، لان احنا الناس بقت عارفه مكاننا وعارفه الافلام
والافيشات بتاعتنا الاعلام موجوده في كل محافظه، احنا مش بنتكلم بس ان احنا بنتكلم في القاهره، محافظات كتيره مغطيه. محافظات كتير، المحافظات، محافظه اسيوط، مدينه اسيوط، الافيشات معروفه. الاقبال بيبقى معروفة. اكتر في انهي محافظه استاذ عم؟ لا يعني اكتر كتيرة. اقبال على سينما الشعب عندنا اقبال البحيره فيها اقبال كبير جدا، اسكندريه فيها اقبال كبير جدا، يعني لا محافظات كتيره، الشرقيه الزقازيق فيها اقبال كتير جدا، لا عندنا محافظات كتيره فيها اقبال، المحافظات عامه كلها فيها اقبال كتير. هو انا يعني بس عايزه حضرتك وانت معانا على الهواء وفرصه، لان ده سؤال الحقيقه، انا وانا صغيره كنت من مرتادي القصور الثقافه، وكان من ضمن احلامي يعني وانا صغيره ان انا اطلع كارنيه كده كنتوا بتعملوه القصور الثقافه للي عايز يدخل يتدرب على الموسيقى، للغناء، للمشاركه في الاعراض، في العروض المسرحيه، الحاجات دي. لا هو من زمان قوي يعني مش كبير بس انا عايزه دلوقتي اعرف الهيئه العامه لقصور الثقافه، بس سريعا كمان عشان وقت برنامجي، عشان احنا داخلين على موسم الصيف، هل فعلا بتعملوا ده للمواهب وفكره المشاركه في الانشطه المختلفه، القراءه؟ طبعا طبعا عندنا القراءه، الاول المكتبات، عندنا المكتبات موجوده في كل قصور الثقافه، موجوده فيها مكتبات، والمكتبات مفتوحه للجميع. دلوقتي نسال استاذ عمرو لو عايزه تطلعي من الكاميرا. لا انا طلعته، ده خلاص طلعته. ماشي استاذ عمرو، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معانا على التليفون عمرو بسيوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه.